كفاح هذا الموضوع، اولا ان انا اقلل خسائر، نمره اتنين لازم يبقى عندنا جهاز المعلومه. المعلومه هي اهم شيء. طبعا تامين المنشات قبل الدوله رجع وشغال. انا هقول لحضرتك تامين المنشات دي قواعد وقوانين، واحنا عارفين بتتامن المنشاه ازاي، من اعلى الاسطح ومن تحته، ونحط كلاب وناس تكتشف المفرقعات. وزي ما بقول لحضرتك النهارده دخل بالعربيه واكتشفت ان ده مفرقعات، اهم حاجه لو هقدر اظبط الواد او ان انا اعمل له قنص لانه ما يفجرش نفسه وكده، هناخد الكلام ده في مكان بعيد ونحاول نوقف العمليه، لكن احنا بنقلل الخسائر. نرجع تاني نقول ان كل مديريات الامن وكل المنشات الهامه، هي العمليه مش عمليه مديريه امن بس، ما هي الوزارات، المستشفيات، ما هو الاسواق. يعني اللي بيعمل عملية إرهابية علشان يعمل الشو ده، وما زلت بقول ان هو عايز يثبت وجوده لانه ضرب ضرب شديد جدا، لا عاوز يعطل اجراء استحقاقي مهم جدا هو الاستفتاء. ما انا هقول لحضرتك اهو، احنا النهارده لما القوات المسلحة تعلن لنا عن مقتل 200 تكفيري والقبض على 280 والكلام ده، هو ده الحجم اللي انا بتكلم عليه. الأزمة اللي هم تعرضوا لها في سيناء، لان هي دي كانت يدهم الطولة، فعايز يعمل، عايز يثبت وجوده، وعايز يعطل استحقاقه، وعايز يخوف الناس، وعايز يقول للناس في العالم كله وفي الدنيا ان انا ايدي طايله.